نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. شخص يصلي وينقطع مرارا عنها وهذا حاله، ما هي نصيحتكم له؟ الواجب على كل مسلم ومسلمة تقوى الله في كل شيء، والصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم الفرائض وأهم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بالصلاة والمحافظة عليها، كما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والصلاة أهم عمل وأعظم عمل بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والذي يفعلها تارة ويضيعها تارة كافر في أصح قولي العلماء، نسأل الله العافية، ولو ما جحد وجوبها ولو لم يجحد وجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العادل الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه بن الحصين. ولقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. ولأحاديث أخرى جاءت في الباب. فالواجب على المسلمين ذكورا وإناثا الحذر من التهاون بالصلاة والتساهل بها، والواجب المحافظة عليها في الوقت والعناية بها والطمأنينة والخشوع حتى تؤدى كما أمر الله. وعلى الرجل أن يحافظ عليها في الجماعة في مساجد الله مع إخوانه المسلمين، وليحذر من التشبه بالمنافقين الذين لا يؤدونها في الصلاة إلا رياء، لا يؤدونها في الجماعة إلا رياء، وإذا غابوا عن الناس تساهلوا بها وتركوها. يقول الله سبحانه إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ليسوا مع المسلمين حقا ولا مع الكفار حقا، بل هكذا وهكذا مترددون لشكهم وريبهم وكفرهم وضلالهم. ويقول سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لكفرهم ونفاقهم وشكهم وريبهم وإبطانهم الكفر. فالواجب الحذر من صفاتهم والحذر من أخلاقهم الذميمة. نعم. جزاكم الله خيرا.